مبادرة ابدأ دي بقى مبادرة اللي انتوا عارفينها اللي بتشجع الناس ان هم يبدأوا شغلهم. من ضمن المتابعات الجميلة جدا انا بالنسبة لي منتدى شباب العالم، الشباب مش متوقف وعمال يعمل ورش متواصلة، تحدثت معاكم من يومين على هذه الورش، والنهاردة ايضا مبادرة ابدأ شاركت في ورشة مع منتدى شباب العالم في النسخة الخامسة الاستثنائية بتاعته. يعني هو المنتدى شغال بس عامل ورش علشان ارض الواقع، التطبيقات المختلفة في هذه الورشة او في المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ في الورشة التحضيرية، بيحضروا اجندة استراتيجية للمبادرة علشان يبدأوا ينزلوا بشكل واضح جدا وواضح المعالم وبخطة الى ارض الواقع، كان مشارك فيها منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية، برنامج الامم المتحدة الانمائي، منظمة العمل الدولية، وايضا مؤسسة حياة كريمة ومؤسسات اخرى ومنظمات محلية وعالمية، علشان هيبدأوا التحرك بتاعهم في القريب العاجل.